قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح في انفجار قارورة غاز في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية. مصادر أعلامية محلية قالت إن الانفجار وقع في إحدى الخيم، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها، فيما أصيبت امرأة أخرى وطفل آخر بجروح. الحادثة أثارت سخط اللاجئين القاطنين في المخيم، بحيث قام بعضهم بإضرام النار في الخيم احتجاجا على أوضاعهم المعيشية.